الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. لو أن أحدا قال لك هذا القرآن من تأليف محمد، وكان هذا الإنسان عبقريا ذكيا جدا، استطاع بذكاء بارع أن يؤلف هذا الكتاب وأن يجمع الناس حوله، وهو ليس من عند الله، تفضل، بماذا تجيبه؟ هذه وظيفة. إذا كان الأمر يهمك جدا، هذا أمر مصيري، أنت باني كل حياتك على هذا الكتاب، فهل هو من عند الله حقا؟ ما الدليل؟ أما إذا عرفت أنه من عند الله حقا تصبح إنسانا آخر. إذا قال لك القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، عندئذ لأن تقطع إربا إربا أهون عليك من أن تعصي الله. كلام إله، لأنه هذا كلام الله. إذا قال الله عز وجل: فذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لا يمكن أن تأكل الربا ولا أن توكله ولو قطعوك إربا إربا، إله يأمرك. أما إذا الإيمان بالقرآن غير تحقيقي، إيمان تصديقي، يا أخي هيك الناس عم بيقولوا، هذا الموقف ليس موقف أهل الإيمان. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، وقال الذين كفروا، طبعا أنا أحثكم على أن تبحثوا على الدليل القطعي على أن هذا القرآن كلام الله. لا يكفي هذا الشعور، يجب أن يرافق الشعور تحقيق دقيق بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، يعني ظلموا أنفسهم بهذا الادعاء. حينما قالوا إن هذا القرآن من كلام البشر أعرضوا عنه، ولم يأتمروا بأمره، ولم ينتهوا عما نهى عنه، فشقوا في الدنيا، فظلموا أنفسهم. فلما جاء الموت وقامت القيامة وجدوا أنفسهم في عذاب أبدي. إذن هو إعراضهم عن كتاب الله وتكذيبهم به وادعاؤهم بأنهم من صنع محمد عليه الصلاة والسلام، كان هذا الافتراء من أشد أنواع الظلم لأنفسهم. الإنسان خلق ليسعد إلى الأبد في جنة ربه الفرد الصمد، فلما أعرض عن كلامه ولم يعبأ به واتخذه سخريا وجعله وراء ظهره، عندئذ شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. فحينما قال هؤلاء الكفار إن هو إلا إفك افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما، ظلموا أنفسهم، وزورا، تكلموا غير الحقيقة، تكلموا شيئا مزيفا، تكلموا شيئا لا أصل له، لا دليل عليه، تكلموا بشيء ليس له أساس، وقفوا على أرض رخوة ليست صلبة. يعني الإنسان متى يسعد؟ إذا عرف الحقيقة، عرف لكل شيء حجمه بالضبط. وقالوا أيضا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يعني هناك من أملى عليه هذه الأساطير، هذه قصص قديمة كلها جاء بها من كتب أخرى وأمليت عليه فحفظها بكرة وأصيلة
وتلاها على الناس فكانت ما يسمى بالقرآن. هذه دعوة الكفار، وملة الكفر واحدة، وفي كل زمان ومكان ادعاءات الكفار متشابهة. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني هذا القرآن ليس من عند محمد، وليس مفترى، وليس أساطير الأولين. قل أنزله خالق الكون الذي يعلم السر، لم يقل الله عز وجل الذي يعلم السر والجهر، لأن الذي يعلم السر من باب أولى أنه يعلم الجهر، والقرآن بلاغته في إيجازه. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزله الذي يعلم السر، يعني أنت مكشوف أمام الله عز وجل، النوايا، الطموحات، الصراعات، ما تنوي أن تفعله بعد هذا العقد، ما تنوي أن تفعله مع هذه المرأة بعد 5 سنوات، وبعد أن تنتهي دراستك في هذا البلد، نويت أن تطلقها بعد انتهاء الدراسة، هذا سر ما تكلمت به أنت ولكن الله يعلمه. عقدت عقد شراكة مع إنسان ونويت أنه بعد فترة تجعله خارج الشركة لأنك أقوى منه من حيث المال وهذا المحل باسمك، هذا السر الذي أخفيته عن شريكك، وهذا السر الذي أخفيته عن زوجتك. لذلك التعامل مع الله يحتاج إلى وضوح. تستطيع أن تخدع الناس كلهم لبعض الوقت، وتستطيع أن تخدع إنسانا لطول الوقت، أما أن تخدع نفسك، أما أن تخدع ربك، فهذا من المستحيل. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قل أنزله الذي يعلم السر، الكون كله أسرار. العلم، يعني قال بعض العلماء: ما ابتلت بعد أقدامنا ببحر المعرفة. أسرار الكون، أسرار الخلية، أسرار المادة، أسرار الذرة، سر الحياة، سر النبات، في ملايين الأسرار من يعلمها إلا الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سر هذه النفس الإنسانية، ما الذي يسعدها؟ ما الذي يرضيها؟ ما الذي يطمئنها؟ ما الذي يجعلها متوازنة؟ ما الذي يجعلها تنطلق إلى العمق؟ هو الله عز وجل. فإذا عرفت الله فقد عرفت كل شيء. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني قال الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير. هو الخبير بهذه النفس، فإذا أمرك بأمر فهو الخبير، إذا نهاك عن شيء فهو الخبير، إذا وضع لك قانون فهو الخبير. لأنك إذا اشتريت آلة لا تستطيع أن تطبق تعليمات إلا الجهة الصانعة فقط، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة المخولة أن تصدر تعليمات التشغيل والصيانة، ولو اتبعت جهة أخرى لأفسدت الآلة ولعطلتها، وأنت أعقد آلة في الكون. إذا اتبعت الجهة الصانعة فقد سعدت وأسعدت، أما إذا اتبعت جهات أخرى لا تقدم ولا تؤخر، عندئذ ضللت وأضللت. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني بمناسبة الحديث عن أن القرآن الكريم كلام الله، وهذا يحتاج إلى دليل، يعني حبذا لو فكر كل واحد منكم ماذا يملك من أدلة على أن هذا الكلام كلام الله؟ سؤال دقيق وعمل مهم جدا. قد تفاجأ أنك لا تملك الدليل، وأن أحدا لو قال لك هذا القرآن ليس كلام الله، إنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام، أجبه، تفضل وأجبه. فحينما تؤمن بهذا الكتاب إيمانا تحقيقيا، حينما يؤمن عقلك وفكرك ونفسك ودمك ولحمك بأن هذا الكلام كلام الله، تصبح إنسان آخر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن سيدنا عمر: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك،
خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، خذ عن الذين استقاموا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله عز وجل ظنوا أن له أهدافاً أخرى من هذه الدعوة، فطلبوا منه أن يجعلوه عليهم أميراً فرفض، طلبوا منه أن يزوجوه أجمل فتياتهم فرفض، طلبوا منه أن يعطوه أموالاً طائلة فرفض. قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندئذ قالوا: يا محمد، إنك تأكل، ولو كنت رسولا لما أكلت. هذا الأكل من صفات البشر، ولا بد من أن يكون الرسول ملكا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ يأكل النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إنني بشر، أغضب كما يغضب البشر، وأنسى كما ينسى البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لو أنه ملك لقال الناس جميعا: يا أخي هذا ملك، غضوا أبصاركم عن النساء، إيه أنت ملك، نحن بشر، هذا الشيء فوق طاقتنا. لا يمكن أن يكون النبي إلا من بني البشر، لأنه قدوة، مثل أعلى، قدوة حسنة، أسوة حسنة، قدوة صالحة. فلذلك لو أن الله عز وجل جعل النبي الكريم ملكا لقال الناس جميعا: هذا الشرع لا نستطيع أن نطبقه، لأن هذا الذي يدعونا ملك لا يحس إحساسنا ولا يشعر بمشاعرنا، وليس عنده الشهوات التي أودعها الله فينا، إنه ملك. لكن لا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هو من بني البشر، أودع الله فيه كل الشهوات، جعله يجوع، جعله يتعب، جعله يعطش، جعله يشعر بحاجة للنوم، ومع ذلك جاهد في سبيل الله حق الجهاد. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طبعا يأكل الطعام لأنهم ظنوا أن الرسول يجب أن يكون ملكا، فبمجرد أنه أكل الطعام إذن ليس رسولا. أما يمشي في الأسواق، هم يعرفون الأكاسرة والقياصرة، جبابرة، جبابرة أهل الشرق والغرب كانوا قابعين في بيوتهم لا ينزلون إلى أسواق الناس، فهذا النبي ما دام بين الناس في أسواقهم إذن ليس نبيا. هذا معنى. المعنى الثاني أن الإنسان مفتقر إلى الطعام والشراب، ومفتقر إلى كسب الطعام والشراب. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أنت مفتقر إلى شيئين: مفتقر إلى الطعام والشراب، ومفتقر إلى كسب ثمن الطعام والشراب، فأنت مضطر إلى أن تدخل إلى السوق لتبيع وتشتري، لتبيع ما عندك وتشتري طعامك وشرابك. فالمشي في الأسواق من صفات البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى في الأسواق، إضافة إلى أنه بشر، يمشي في السوق ليؤمن حاجاته، هو يعيش مع الناس في الأسواق، يرى أحوالهم، يرى مشكلاتهم، كيف يهديهم إذا كان بعيدا عنهم، كيف يعرف قضاياهم إذا كان في برجه العاجي، كيف يستطيع أن يحل مشكلاتهم إذا كان هو في واد وهم في واد. إذن أن يكون الرسول مع الناس في أسواقهم هذا من صفات الأنبياء، ليس هذا من صفات النبي الكريم وحده، بل إن أكل الطعام والمشي في الأسواق من صفات الأنبياء جميعا لأشياء كثيرة. أولا لأنهم بشر مفتقرون إلى تناول الطعام، وجودهم ليس ذاتيا، وثانيا مفتقرون إلى كسب ثمن الطعام والشراب، وثالثا هم مع البشر، مع أحوالهم، مع مشكلاتهم، مع قضاياهم. كيف توجه الإنسان إن لم تعش قضيته، إن لم تعش بيئته، إن لم تعش مشكلته؟ وشيء آخر، هم مع البشر في أسواقهم ليعظوهم، ليوجهوهم إلى الله عز وجل. يعني أنت أيها المؤمن
إذا كنت في السوق لك مهمة، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وذكر الناس بالله عز وجل. لك دكان في سوق، أنت هنا من أجل أن تبيع وأن تشتري، وفضلا عن ذلك من أجل أن تعين أخاك، من أجل أن ترشده، من أجل أن تأمر بالمعروف، من أجل أن تنهى عن المنكر. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني إذا قيل عن النبي إنه مسحور، إذا قيل عن النبي إنه مجنون، فهل هو كذلك؟ يعني هذا درس بليغ لنا، يعني حتى النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق، حتى النبي الكريم ذلك الإنسان الكامل ما سلم من النقد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اتهم بأنه مجنون، واتهم بأنه ساحر، واتهم بأنه مسحور، واتهم بأنه كاهن، واتهم بأنه يأتي بالأساطير تملى عليه، فإذا انتقدك أحد فمن أنت؟ لا شيء. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. إذا كنت تعرف الهدف والطريق إليه فامض إليه ولا تلوي على شيء. يعني هذا درس لنا. الإنسان لا يخلو من إنسان، من حسود، من عدو، من مفتري، من مضلل، من رجل يعني يحب أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، من إنسان ملأ قلبه الحسد فتكلم كلاما من غير تدقيق، ألقى الكلام على عوائنه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق قال عنه هؤلاء كذا، فمن نحن؟ يعني اللهم صل عليه كان قدوة حسنة، تحمل أذى قومه، وتحمل تكذيبهم، وتحمل اتهامهم له بالسحر وبالجنون وبالشعر وبالكهانة، ومع ذلك بقي ثابت القلب، رابط الجأش، واضح الهدف، سائرا نحو هدفه بكل ثقة وثبات. أتمنى عليكم مرة ثانية أن تفكروا في دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله. هناك أدلة كثيرة، هناك أدلة من حيث البيان، من حيث اللغة، هناك إعجاز تشريعي، هناك إعجاز علمي، هناك إعجاز تاريخي إخباري، هناك إعجاز غيبي، هناك إعجاز رياضي، هناك إعجاز عددي، هناك إعجاز تربوي. فيعني كل إنسان بحسب معلوماته، بحسب إمكاناته، إذا كان بحث عن دليل لهذا الكتاب، وربما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعض الأدلة التي يمكن أن تكون قطعية على أن هذا القرآن كلام الله، لأن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام باطل. طيب ما البديل؟ إذا كان الكفار يقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يعني أنت إذا عندك آلة غالية جدا في محا نشرة، وفي تعليمات، تنبيهات، أوامر، تحذيرات، كيف أنك حريص حرصا بالغا على اقتناء هذه النشرة وعلى ترجمتها وعلى فهمها وعلى تطبيقها؟ حرصك على فهم كلام الله يجب أن ينبع من حرصك على سلامتك ومن حرصك على سعادتك. إذن يجب أن تبني إيمانك على أسس صحيحة، على بحث دقيق، على دليل قطعي. عندئذ حينما تقرأ آية فيها أمر تبادر إلى التطبيق، حينما تقرأ آية فيها نهي تبادر إلى الترك، حينما تقرأ آية فيها بشارة تطمئن، حينما تقرأ آية فيها تحذير تقلق. يعني أنت إذا قرأت كلام الله وخفت مع آية التحذير، واطمأننت مع آية البشارة، وابتعدت عن كل شيء نهى الله عنه، وبادرت إلى كل شيء أمر الله به، عندئذ تكون على يقين من أن هذا القرآن كلام الله. أما إذا لم تعبأ بأمره ونهيه
ولا بوعده ووعيده، ولا بما ينتظر المؤمن من جنة، ولا بما ينتظر الكافر من نار، ولم تعبأ بأخباره، عندئذ لا يرقى إيمانك بهذا الكتاب إلى المستوى المطلوب. فهذه مهمة كبرى، أن تعرف أن هذا القرآن كلام الله. والحمد لله رب العالمين.